بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أبناء طلاب الصف الأول الثانوي، نستكمل سويا حلقات شرح مادة فيزياء واحد. اليوم إن شاء الله سنتناول معا الدرس الثاني، استخدام أو تطبيقات قانون نيوتن الثاني. قبل ما نبدأ في التطبيقات والقوانين وحل المسائل، عندنا معلومات نظرية يجب علينا نحن نعرفها جيدا، زي لازم نفرق بين الكتلة والوزن. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة، الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وتقدر بوحدة الكيلوغرام كي جي، وهي ثابتة الكتلة لا تتغير من مكان لآخر. أما الوزن فهو قوة جذب الأرض للجسم وتقدر بوحدة النيوتن، والوزن بيختلف، يعني الوزن على الأرض غير الوزن على سطح القمر، يعني في اختلاف واضح بين الكتلة والوزن. ولكن ما العلاقة بين الكتلة والوزن؟ حسب قانون نيوتن الثاني فإن الوزن F، طالما أنه هو وحدة نيوتن هنرمز له بالرمز F، بيساوي حاصل ضرب الكتلة M في تسارع الجاذبية الأرضية G، وتصبح العلاقة F يساوي MG. بمعنى ان انا لو عندي كتلة جسم وابغى احسب تسارع وابغى احسب وزنه، اضرب الكتلة اللي اعطيها لي في جي تسارع الجاذبية الارضية. عندي ملاحظات هامة تختلف جاذبية الأرض عن جاذبية القمر عن جاذبية أي كوكب. فمثلا عندي جاذبية الأرض لها قيمة ثابتة 9.8 متر لكل ثانية تربيع، جاذبية القمر 1.6 متر لكل ثانية تربيع. عندي بعض الملاحظات الهامة أيضا زي الموازين المنزلية، بعضها يحتوي على نابض، لذا فهي تؤثر في الشخص الذي يقف عليه بقوة الأعلى، يعني الميزان لما تقف عليه في نابض، النابض ده بيؤثر بقوة الأعلى، هذه القوة الأعلى تساوي الوزن الأسفل. ولسهولة التحويل بين الكتلة والوزن فإن الميزان يدرج بحيث يعطي الكتلة، يعني الميزان لو وقفت على الميزان طلع 90 كيلو، هذه كتلتك وليس وزنك. وبعد ما طلع الكتلة بالميزان ممكن أحولها إلى وزن عن طريق ضربها في 9.8 حسب قانون نيوتن الثاني. الصورة اللي عندي في كتاب الطالب استخدام قانون نيوتن الثاني، هذه صورة لميزان نابض ويقف عليه في الصورة A، يقف عليه الميزان أحد الأشخاص. هنا الميزان بيؤثر على الشخص بقوة إلى أعلى، سواء قوة النابض كما يبدو في الشكل B F S B، يعني قوة النابض بتكون لأعلى ودائما وأبدا تساوي F G الوزن إلى أسفل، ما دام أن الجسم أو الميزان محطوط على الأرض على الأرضية، أو ما دام أن الميزان محطوط داخل مصعد بس ساكت. في هذه الحالة فإن دائما قوة النابض إلى أعلى يساوي قوة الوزن إلى أسفل. عندي تطبيقات 15 16 17 18 بكتاب الطالب صفحة 106. لو بدأنا بالتطبيق الأول، ما وزن بطيخة كتلتها 4 كيلوغرام، أعطيني الكتلة يبغى الوزن، يبقى على طول أتذكر قانون نيوتن الثاني أن وزن البطيخة أو وزن أي جسم يساوي كتلته في تسارع الجاذبية الأرضية. طب فين التسارع؟ التسارع قيمة ثابتة كلنا حافظينها اللي هي 9.8. ما علينا الآن إلا أن احنا نضرب الأربعة في 9.8، هذه هي وزن البطيخة أو قراءة الميزان، يقصد بقراءة الميزان دائما وزن الجسم، قراءة الميزان تعطي وزن الجسم. طبعا الحل واضح في الشاشة اللي أمامنا الآن، اف جي اللي هو وزن البطيخة اللي هي بعينها قراءة الميزان بالنيوتن تساوي ام ضرب جي تساوي 39.2. المسألة 16 و17 الاثنين هتركهم واجب لحضراتكم، وحل 18 معاكم بس أسهل عليكم حل 16 و17. المسألة 16 بيطلب مني حل إيجاد القوة اللي بيسحب بها الأب،
يتعلم أحمد التزلج على الجليد ويساعده أبوه بأن يسحبه بحيث يكتسب تسارع مقداره 0.80 متر كل ثانية تربيع. فإذا كانت الكتلة، أعطيني الكتلة وأعطيني التسارع يبقى القوة، يبقى على طول تطبيق مباشر قانون نيوتن الثاني. ممتازين، F يساوي M A، M موجودة و A موجودة، أقدر أطلع القوة. المسألة 17، أعطيني كتلة حبل موجود بين شخصين أمل وسارة، وكل منهما بتحاول تجذب قطعة الحبل في الاتجاه المعاكس. قوة أمل 16 وتسارع الحبل عكس أمل، يعني أمل بتشد بقوة 16 وسارة بتشد بقوة، هنا مش موجودة قوة سارة، لكن الشيء الأكيد أن قوة سارة أكبر لأن الحبل بيتسارع مبتعدا عن أمل ناحية سارة، فتصبح هنا قوة سارة أكبر من قوة أمل، يعني قوة سارة هتساوي قوة أمل زائد قوة القوى المحصلة. منين أجيب القوى المحصلة؟ أجيب القوى المحصلة عند الكتلة 0.75 وعند التسارع 1.25، أضرب الاثنين في بعض أطلع الكتلة، أطلع القوى المحصلة، وبعدين أجمعها على قوة أمل يعطيني قوة سارة. المسألة رقم 18، هذه اللي أنا أحلها معاكم بالتفصيل، 16 و17 واجب. المسألة 18 بيقول لي مكعب خشبي خشبي كتلته 1.2 كيلوغرام وكرة كتلتها 3، ما قرأت كل من الميزانية. في الشكل اللي أمامنا المكعب معلق وفوقه ميزان، والكرة معلقة وفوقها ميزان، وكلهم مربوطين في الآخر من فوق زي ما احنا شايفين. يبغى قراءة الميزانين. قراءة الميزان زي ما اتفقنا تعني الوزن. طيب وزن الجسم الصندوق هذا اللي فوق منين اجيبه؟ قراءة الميزان اللي فوق. قراءة الميزان الاول بتطلع لي، قراءة الميزان اللي فوق بتطلع لي وزن الصندوق، وقراءة الميزان اللي تحت، قراءة الميزان اللي فوق بتطلع لي وزن الصندوق مع وزن الكرة، وقراءة الميزان اللي تحت بتطلع لي وزن الكرة فقط. بقراءة الميزان اللي فوق بتطلع وزن الاثنين مع بعض، اما قراءة الميزان اللي تحت بتطلع الوزنين. زي ما في الشكل عندي F1 يساوي، هي اللي نبغى نحسبها اللي هي قراءة الميزان الاول اللي هو يحمل الكرة والمكعب مع بعض. طيب قراءة الميزان، برافو عليكم كلكم بتقولوا في نفس الوقت ان F بتساوي MG. طب فين M؟ M هنا. لا ننسى ان M ناخد كتلة المكعب الخشبي ونجمعها على كتلة الكرة المعدنية، نجمع الكتلتين على بعض 1.2 زائد 3 ونضربهم في تسارع الجاذبية الأرضية، النتيجة تطلع 41.16. هذا يا شباب قراءة الميزان العلوي، الميزان العلوي اللي هو فوق الصندوق الخشبي. هذا الميزان ليش احنا جمعنا الكتلتين؟ لأن الميزان معلق أسفله الصندوق ومعلق أسفله الكرة، فبالتالي لازم نجمع كتلة الصندوق وكتلة الكرة ونضربهم في 9.8. أما الميزان اللي أسفل، الميزان اللي تحت، فإحنا بنجيب كتلة الصندوق الكرة فقط ونضربها في 9.8. هذه F2 يساوي M2 ضرب G، 3 ضرب 9.8 تطلع 29.4. أظن كده الموضوع سهل وبسيط. في تطبيقات لهذا الدرس زي كده، في اختبار مقنن المسألة رقم 4، ما وزن مجس فضائي كتلته 225 كيلوغرام على سطح القمر؟ يبقى الوزن تمام، عرفنا القاعدة قانون نيوتن الثاني، لو أعطاني الكتلة يبقى الوزن، هضرب الكتلة اللي أعطاها لي في تسارع الجاذبية الأرضية أو تسارع القمر زي ما أعطيني. هو هنا أعطيني تسارع القمر 1.62، هضربه في الكتلة 225 ضرب 1.62، فالإجابة هتطلع 364.5. لما أطالع في الخيارات اللي عندي هلاقي الخيار الصحيح الأقرب لهذه الإجابة هو 364 اللي هو B. كمان عندي مجموعة أسئلة على تقويم الفصل خاصين بهذا الدرس. ما القوة المحصلة المؤثرة في كرة كتلتها 1 كيلوغرام؟ يبقى القوة المحصلة على طول، أتذكر قانون نيوتن
اف المحصلة تساوي ام اي، الكتلة بواحد و اي بتسعة فاصلة تمانية، واحد ضرب تسعة فاصلة تمانية تطلع بتسعة فاصلة تمانية نيوتن، هذه القوة المحصلة. اترك لكم الاجابة تكتبوها ان شاء الله. السؤال 49 برضو في تقويم الفصل 4، تتباطأ سيارة كتلتها 2300 كيلو جرام بمقدار 3 عندما تقترب من إشارة مرور، ما مقدار هنا يبغى القوة المحصلة؟ يبقى هضرب الاثنين على بعض في بعض، سرعة 2300 ضرب 3 لأن F المحصلة تساوي M A، هضرب 2300 ضرب 3 بكده أكون حصلت على القوة المحصلة تطلع 6900 نيوتن. مسألة رقم 50، ما وزنك بوحدة النيوتن؟ كل واحد كيف يطلع وزنه؟ يقف على الميزان اللي في البيت، الميزان طلع يديك الكتلة وليس الوزن، وقفت على الميزان طلعت كتلتك 100 على الميزان، تضربها في 9.8 لأن الـ FG اللي هي الوزن تساوي M ضرب G، M كتلتك ب 100 ضرب 9.8 تطلع ب 980 نيوتن. لو واحد طلع وزنه 50 يضرب 50 ضرب 9.8، ولو واحد طلع وزنه كتلته على الميزان 40 يضرب 40 في 9.8، ولو واحد طلع كتلته 80 80 ضرب 9.8 وهكذا. المسألة 51، يبقى الكتلة أعطيني الوزن 2450، يبقى الكتلة، الكتلة هنا يا شباب من قانون نيوتن الثاني، يبقى الكتلة احنا اتفقنا في المسائل الماضية يبقى الوزن بنضرب الكتلة اختصارها الجاذبية، لكن لما يبقى الكتلة هقسم تمام الوزن على تسارع الجاذبية الأرضية، يعني 2450 قسمة 9.8. المسألة 52، أعطيني كتلة تلفاز، أعطيني الكتلة وأعطيني قراءة الميزان، قراءة الميزان تذكروا جيدا أنها تعني الوزن، أعطيني الوزن 78.4 وأعطيني الكتلة 7.5 ويبقى التسارع، طبعا التسارع يساوي إيش؟ من قانون نيوتن الثاني التسارع يساوي F المحصلة على M، F هنا 78.4 على 7.5 هتطلع ب 11.7. هذه كل التطبيقات الموجودة على قانون نيوتن الثاني في الفصل الرابع كله، نرجو أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.